من الام تي في برحب فيكم بحلقه الليله من سكار يلي رح نحكي فيها فولي بول، رح نحكي فيها رياضه ميكانيكيه تنس مع مفاجات عديده عم تصير بدوره ميامي وطبعا احاديث اخرى مميزه. ولكن بدايه ترحيب بضيوفي استاذ ميشيل ابي رميا. مساء الخير استاذ ميشيل، عضو الاتحاد اللبناني والاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي بالكره الطائره. نحن وياك بدنا نحكي عن الموسم، اشتقنا لك على كل حال، صرنا زمان ما شفناك. موسم رائع عم نشوفه برياضه الفولي بول، رح نحكي عنه ورح نحكي عن المشاركات الخارجيه لك كونك عضو في الاتحادين الاسيوي والدولي. اما جورج مصار، جورج انا جيب، شو رح نشوف نحن وياك؟ خساره نادال، خساره نادال بالميامي، عندنا مباراه الوديه الحلوه كثير، افيش كبير، فرنسا برازيل، بتعرف بتذكرنا ذكريات 98 وكمان انطلاق بطوله العالم و86 كمان. بس ما كنت خلقان يمكن انت، كان عمري اربع سنين آه. وبتذكرنا فضحنا حالنا هلا، وبتذكرنا كمان بانطلاق بطوله العالم بالموتو جي بي اللي راح نتابعها وبالطبع ايضا هذا الاسبوع، بما انه كان عندنا فورمولا 1. مروان الراسي عم بيكون معنا، مساء الخير مروان. ايه بونسوار مروان، شو المفاجاه الحلوه من فيراري يعني خلعتهم للمرسيدس؟ ايه بعد اسبوعين ما كنا يأسانين انه السنه ما رح تكون حلوه، رجعت ذكرت حالي مثل محللي البورصه، بتعرف محللي البورصه مشهورين بشغله انه ما بيقدروا يعرفوا شيء للمستقبل، بس من بعد ما تصير الشغله بيحللوا لك اياها مزبوط. بس انا حللت لك اياها، قلت لك انه الفيراري لقيوا فاي بقوانين تعديل، بس فيتال لا ساق بشكل لا سباق كان ممتاز وحلو وايموشنال كثير، صار في دموع يعني من الجميع. هلا بنحكي عنه، لكن انت عم بتشتت دموع من الشتاء ولا؟ لا لا دموع مزبوطه، دموع الفرح. في مطرح بريبورت انا عن جد حلو، صوت تيم ميت سبع فيتال وصوت فيتال كمان لما كان بالسياره وعم بيحكوا معه انه رجعت فيراري وفيراري رجعت لمجدها من وراء انتصار. يعني الاسبوع الماضي كنا مع فيراري مع الابطال اللبنانيه زياد غندور وتاني حنا، واليوم عم نكون مع فيتال عم بحققوا نتائج ممتازه. ولكن خلينا نبلش معك ميشيل ابي رميا عن بطوله هذا الموسم، يلي انا شخصيا انتقدت ببدايه الموسم انه عندكم ثلاث لعيب اجانب على ارض الملعب، لازم يكون في دور للبنانيه اكثر، بس عم نشوف حماس كبير بالمواجهات وعنا اربع فرق قدر كل واحد منهم او خمسه يحقق هذا اللقب. مين هي هذه الفرق الاربعه او الخمسه ولماذا هذا الحماس على هذا الموسم عم نشوفه بالبطوله؟ شو يلي تغير؟ نعم اللي تغير اول شيء انه ثلاث اجانب اكيد يعملوا بوش مهم كثير للعبه، لانه شفنا باخر فتره انه اللاعبين اللبنانيين للاسف انه بطل عندنا اعمار تقدر تكون عم بتواجه كدرجه اولى. من هون كان قرار الاتحاد ويشكر عليه انه تيفعل اللعبه اكثر ويصير في حماس للعبه، انه اخذ قرار بثلاث اجانب. اول شيء بدايه بدي هني القلب الاقدس لانه طلع من الدرجه الثانيه. مزبوط، احنا بنعرفه كثير منيح، القلب الاقدس كان بفتره من فترات من اهم الفرق. نعم. بالستينات والخمسينات بالفولي بول. نعم، طلع من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى، واكيد اليوم عندنا براج بين الالمون والمتين اللي بيطلع بيربح بيطلع الدرجه الاولى. طيب الالمون اليوم هيدي المفاجاه ميشيل، انه كيف الالمون عم بيتراجع على يعني المستوى؟ يمكن ما عم بيكون، يمكن هون كمان بنحكي عن قصه اللعيب الاجانب، بس واحد ما عنده بادجت يقدر يجيب لعيب اجانب كثير فهيدي المشكله. وعندنا اكيد اثنين حكما سقطوا على الدرجه الثانيه اللي هن قصبة والجيش اللبناني. الجيش اللبناني نعم، يعني بيلعب بدون اجانب هون لازم هو فينا نوضح. نعم، لانه الجيش اللبناني ما عنده اجانب، مشان هيك يمكن رجع نزل على، وكان قرار جمعيه عموميه انه توافق، هذا اتخذ قرار جمعيه عموميه فيه بالاتحاد اللبناني لكره الطائره انه ما يكون في عنده اجانب، يعني سمحوا له للجيش فقط. اكيد لانه الجيش ما راح يكون عنده لاعب اجانب، مشان هيك يمكن رجع للدرجه الثانيه. واكيد مثل ما عم نحكي بتحكي في عندنا اليوم خمس فرق قربوا على الفاينل فور. فاينل فور يعني بين البوشريه والانوار وتنورين زهره والزهره. اكيد في حبوب عنده، اذا بعد بيربح ماتشين في يكون محل واحد من الاربعه ان شاء الله. ان شاء الله نشوف، بس عم نشوف كل الفرق عم بتجيب لعيبه اجانب هيك مميزه. هلا هذا قرار الاتحاد، وعم نشوف في اجانب بعده نوادي، يعني عم بيتغيروا بين كل 24 ساعه، في نوادي كل 24 ساعه عم بيغير اجنبي. بس برايك هذا شيء صحي؟ صحي للعبة. يمكن حلو للعبه نوعا ما، صحي للعبة بس مش صحي للأجيال يعني صحي للعبة بلا، بس مش صحي للأجيال اللي بتحب الفوليبول، لأنه نحن بهالطريقة يمكن
عم نبعد اللي بيحب الفولي بول، وهيدي شغله عم نحكي فيها الان هلا بنحكي فيها في سياق هذه الحلقه. وهذا اللي انا حكيته، وانت يمكن اوقات كنت توافقني واوقات تنتقدني حول هذا الموضوع، بس انه لازم يكون الاجيال لهم دور ايضا. نعم. فينا نضحي بموسم موسمين كرمال الالعاب. هلا بدنا ننتقل لك تنشوف الاجيال الصاعده، لانه بالفورمولا 1 اليوم وبالماضي وقت الافرج كان 30 بالثمانينات، اذا بدك بالعشرينات بلشنا صحيح. ننزل توصلنا اليوم للعشرينات يعني صحيح صحيح. شو يلي عم يتغير؟ شو يلي عم بيخلي هذه البطوله تكون جيده؟ اليوم المخضرم اذا بدنا نقول هو لويس هاملتون من الكبار، هو من الكبار والونسو يعني خلص خدش وجنسن باتون يمكن اكبر واحد فيهم. على كل حال وصلنا لسباق ماليزيا وكنا يأسانين شوي انه المرسيدس حتروح بالبطوله من اول سباق لاخر سباق. تغيرت المعطيات شوي صغيره، اول شيء بلشت معنا من نهار السبت والشتاء وشفنا فيتيل يمكن على شوي كان اخذ البول بوزيشن، اخذ المركز الثاني، بقي هاملتون بالمركز الاول وقدر ينطلق من المركز الاول. على كل حال بنشوف بالتقرير شو صار بهالسباق. إذن بانطلاق السباق بحافظ لويس هاملتون على مركزه الأول وفيتيل كمان وراه بمركزه الثاني. ما صار شيء حوادث بأول منعطفات ما عدا مع زميله لفيتيل كيمي رايكنن يلي اصطدم باللبناني البرازيلي فيليبي ناصر وصار معه ثقب راح للمراكز المتأخرة. أولى ثلاث لفات ما صار شيء مهم، باللفة الرابعة صار في حادث استدعت سيفتي كار تطلع، وهون الخطأ استراتيجي عند مرسيدس يلي وقفوا سيارتينهم بينما فيتيل وكيمي رايكنن بقيوا على نفس الإطارات، يعني قدروا يتوقفوا مرة واحدة أقل من سيارات مرسيدس. هذا الشيء كان لمصلحتهم، والفراري كان واضح أنه عم بيقدروا حافظوا على إطاراتهم بهالجو المشوي بكتير. فرحة كانت كتير كبيرة عند فراري، وبينما الحوادث كانت عم تتالى ريد بول ما استعادوا نشاطهم أبدا وكل منهم عم بيبتعدوا على الصدارة، وبينما المكلارن كان عندها تقدم طفيف كتير. خلال السباق توقفوا المرسيدس ثلاث مرات والفراري مرتين، وما حدا قدر زركوا لسيباستيان فيتل يلي انتصر بهالسباق بشكل بجدارة بيستحقها كتير، وفرحة كتير كبيرة خاصة انه فيتل صار له تقريبا اكثر من موسم منه فايز بولا اي سباق، وفراري كمان كل السنة الماضية ما كان فايز بولا اي سباق. فرحة كبيرة عند سيباستيان فيتل وخاصة كمان المانجر عند فيراري موريتسيو الريفاباني. هلا بتشوفوه هالشاب الأربعين خمسين بالشعر الأبيض هيك مثل الطليان كلهم وكله حماس، شوفوا كيف كان عم بيغني النشيد الوطني. فيراري كانوا كواليري أو شيء الريفاباني عائلته موريتسيو. لا مش الريفاباني، النشيد الوطني ما عادش حافظه يعني، بس هذا أول انتصار من أيار 2013 الحلو مع فيتيل ليش انبسط اكثر من العاده انه مايكل شوماخر وقت انتقل للفيراري اخذت معه ست او سبع سباقات ليفوز باول سباق باسبانيا على الشتاء مع فيتيل من السباق الثاني، وقدر فاز بهالسباق بشكل بيستحقه، يعني ما طلعوا برا المرسيدس، كنا معودين حتى لو تاخروا صح. بيقدروا بيرجعوا بيفوزوا بالسباق. كان كمان الواضح خلال السباق من الراديو اللي عم بيصير مع هاملتون ومع زميله روزبرغ انه ضايعين المرسيدس. روزبرغ يسألوه شو رأيك منغير لك إطارات هلا ولا بعدين، وهو ما بيقدر ياخذ قرار. وكمان هاملتون كان عم بيتخانق شوي مع اللي عم بيحكي على الراديو، يقول له ما تحكيني انا على المنعطفات، كان في توتر عند الفريق واستغرب لانه شافوا انه في منافسه ما منهم حاضرين، قالوا بتشد شوي صغيره شدوا شوي صغيره شد فيتيل دائما يبقى الفرق اكبر، وتذكر انه مغير مره اقل اطارات يعني لازم يكونوا اسرع بثانيه ثانيه ونص، عم بيكونوا المرسيدس اسرع بثلاث اعشار مع غيار اطارات اضافي. ان شاء الله هيدي الدوم، واعدين حالهم كانوا الفيراري هالسنه انه يفوزوا بسباقين، ما بعرف اذا بيقدروا يعملوا سباقين مفترض يقدروا يعملوها بسهوله، واذا بيقدروا يسحبوا اكثر اكيد. هلا بدنا ننطر بعد السباق الثالث وبنشوف. طيب تحكي عن الاعمار الصغيره فيشتابن 17 سنه فقط احرز مركز سابع، صار اصغر سائق بتاريخ الاف 1. على كل حال شفناه وقت جمال كان عم بيسابق بطوله اوروبا، كان معه ابنه فيشتابن ابنه كان عم بيسابق معه ببطوله اوروبا، كنا نقلها نحن وياك مروان على الام تي في. هلا بدي ارجع لك ميشيل عم نشوف انه بالفورمولا 1 عندنا منافسه قويه، قديه المنافسة القوية بتجذب المعلن، وحضرتك أيضا رئيس مجلس إدارة شركة XXL بتجذب المعلن تيفوت يعني بطولة محسومة بدايتها من البداية إنه معروف مين رح يكون البطل، ما بعتقد أنا بفوت فيها كتير سبونسر صح؟ أكيد. اليوم شفنا نحن أنه بالباسكتبول باتحاد الباسكتبول نحن السنة الماضية كنا موجودين، هيدي أكبر دليل أنه نحن خلينا الشركات
الثانيه يفوتوا على الخط ويبلشوا يعملوا سبونسر. يا ريت بتصير بكل الالعاب، بس شفناكم يمكن كمان بالفوتبول. بالفوتبول احنا بلشنا بالفوتبول ورجعنا وقفنا لانه طلع قرار من وزير الصحه بوقف كل اعلانات مشروبات الطاقه والمؤتمنات الغذائيه. طيب هيدا شو السبب؟ السبب بدك تاخذ رخصه، يعني ما في سبب، انه الوزير بده ومشكور هون انه بده ينظم هذا القطاع، لانه في اعلانات للاسف عم تنزل يمكن شوي بتخلش الحياه، يمكن شوي مزعجه للجيل للاجيال، مشان هيك القرار الوزير كان صائب جدا انه بدك تاخذ رخصه، ونحن قدمنا رخصه وان شاء الله بالوقت القريب رح ناخذ رخصه ونكفي كل الدعم اللي كنا عم نقدمه للرياضه. من هون بدي عم اقول بس تشغلي انه شفنا اليوم شركه كبيره بنعرفها البيبسي كولا فاتت اخذت الباسكت بول بوقت نحن كنا عم ناخذ رخصه. وهذا كثير اكيد شغله منيحه، شغله كثير مهمه انه يا ريت للمنافسه. للمنافسه نعم. طيب بالفولي بول بعدكم موجودين؟ ولا انت موجود كعضو اتحاد؟ انا موجود كعضو، انما اعلانات ما عم تنزل، على اعلانات كانرجي درينك كمشروب طاقه ما عم تنزل، عم تنزل اعلانات الكحول اللي نحن بتعرف انه عندنا اكس اس ال فودكا ميكس وعندنا اكس اس ال مشروب طاقه. الاكس اس ال انرجي درينك هلا واقفه لبينما ناخذ رخصه من معالي الوزير او من وزاره الصحه. والفودكا مكفيه طبيعي، بس بطبيعه الحال بعدك مستمر بدعم الانديه عدد كبير من الانديه، عم بتساعد شوي؟ لا عم نساعد قد ما فينا. نحن بكل تواضع بنقول نحن ميزانيتنا كشركه ابيراميا هي بتشكل حوالي 35% من ميزانيه وزاره الشباب والرياضه اللي بتقدمها للنوادي. طيب شو سبب هذا الدعم الكبير؟ دعم نحن اول شيء عم حسينا باول، لان عم فكر انا وجورج ومروان نعمل نادي هيك بدك تدعمنا. اذا بتحصلوا على درجات اللي عم توصل على بتعمل لنا سبونسر موجود بكل الالعاب يلا اكيد حضروا حالكم شباب. بدي اقول شغلي انه الوحيد الاتحاد الفولي بول الوحيد للاسف يعني اللي ما بيقبض مصاري، الاتحاد اللي انا فيه ما بيقبض مصاري من حدا، يعني اكيد نحن عم نعمل نقل تلفزيوني وعم ندعم النوادي، انما يمكن الاتحاد الجماعي الوحيد كلعبه جماعيه، الاتحاد اللبناني الاتحاد الوحيد الجماعي الوحيد اللي ما بياخذ ولا اموال كسبونسرز. يعني من مين؟ ما بياخذ مثل الباسكت بول او الفوتبول عم نشوفهم عم ياخذوا ان كان من محطه التلفزي او من سبونسرز. انما الفولي بول يا ريت بصير عنده مدخول، واكيد هون لازم يكون وزاره الشباب والرياضه عم تدعم اتحاد الفولي بول لانه عنده العاب جماعيه كبيره تيقدر يكفي الدورات او البطولات الخارجيه. يعني هون بدنا نشوف الوزاره والوزير مع الوزير رح بيكون قريبا جدا ضيفنا اليوم، وعدنا انه يكون ضيفنا قريبا رح نحكي معه في هذا الاطار. جورج بدنا ننتقل لك لقطر لحلبة الوصل أو لوسال تنكون مع افتتاح بطولة العالم بالموتو جي بي، وفرحة كمان تليانية نجيب مع افتتاح بطولة العالم بالموتو جي بي، انتصار لدكتور روسي بعد فترة طويلة من الغياب على طريقة فراري ببطولة العالم بالفورمولا 1. استهل الأسطورة الإيطالية فالنتينو روسي على الياماها مسعي لاستعادة أمجاد الماضي بإحراز المركز الأول بقطر. الفوز هو الأول لروسي من عام 2010 بقطر والرابع خلال مسيرته الأسطورية اللي أحرز خلالها 9 ألقاب من بين 7 بالفئة الكبرى و83 بفئة الكبار، وتفوق دكتور روسي لحل ثاني الموسم الماضي خلف الإسباني ماركيز على ثنائي دوكاتي مواطنيه أندريا دوفيسيوزو اللي انطلق من المركز الأول وأندريا يانوني، وحسم روسي الفوز بعد نهاية مثيرة ومنافسة قوية خصوصا مع دوفيسيوزو يلي تخلف عن مواطنه بأجزاء من الثانية بالأمتار الأخيرة. لحظة فرحة روسي أكيد بإحرازه المركز الأول بعد طول غياب، بيستحق أكيد البطل الإيطالي. أكيد دكتور روسي عمل أسطورة بعالم الرياضة الميكانيكية مثل مع الفراري ومع مايكل شوماخر، كانوا أسطورة بنفس الوقت كانوا عم يتنافسوا. مروان أي متى عنا سبق هلأ؟ بعد أسبوعين مننتقل للصين، وكمان من السباقات التكنيكال كتير، بس الحرارة حتكون عكس ماليزيا، حتكون على باردة. ما بعرف إذا فراري حتكون بماليزيا كانت عالية بس عالية كان في عواصف، كان في عواصف عالية جدا وتأكل كتير كبير للإطارات. هذا ناسا بالفراري عاملين سيارة كتير بتحمي إطاراتها، يعني كل ما يكون الوضع أصعب كل ما هن يستفيدوا أكثر. بس انسقب أحد الإطارات، لا صار دق في صاحبنا اللبناني فيليبي ناصر من الخلف، مشان هيك راح اطاره لكيمي رايكونين. معلش اذا فيليبي ماشي الحال، مسامح فيليبي نصر اذا بعد الاطار. اليوم ميشيل على سيره فيليبي نصر ايضا، هل انتم عم بتنبشوا عن لعيبه لبنانيه من جذور لبنانيه برات لبنان؟ اتحاد اكيد كاتحاد. اكيد شفنا يمكن بمعلوف كان مزبوط شفنا اجا، ونحن اكيد وين في لاعب لبناني ممكن يرجع
مجنس يعني موجود خارج لبنان ممكن يرجع على الاتحاد ويلعب باي نادي. نحن عم نكون عم نساهم بهالموضوع ونشد على ايادي النوادي ان ايادي النوادي ان تطلبوا نعم. طب في شيء اسامي هيك يبين معكم كم اسم ولا موجودين كلهم بالبرازيل؟ يعني بعرف جبتوا 2-3 من البرازيل امريكا الجنوبيه. اللاعب الموجود برا شو بده يعمل؟ بياخذ معاش يعني بنعرف على شيء 10 يعني 4-5 مرات بعدين متفرغ للعبه. اذا بده يجي لهون مين بده يعطيه المعاش اللي بياخده يعني؟ طب هون كمان في نقطه جدليه ميشيل. اكثر لعيبه لبنانيه اليوم عم نشوف بالفوتبول في عدد من اللعيبه عم بيحترفوا برات لبنان، بس بفتره من فترات اكثر لعيبه اللي كانوا عم بيحترفوا برات لبنان هن لعيبه الفوليبول. سو بفتره من فترات كان عندنا نشء جيد. شو يلي عم يخلينا نتراجع بتربيه النشء الجديد؟ نحن عم نعمل خطه ولا ما حدا عم بحب الفوليبول؟ مش ما بحب، كلنا بنعرف انه لعبه الفوليبول لعبه صعبه، يعني لعبه جماعيه بدك كذا شخص يلعب، بينما الباسكت يعني هلا بيقول لنا الاسامي جورجان اللعيب اللي كانوا محترفين برات لبنان. الباسكت لعبه عاديه يعني بتطج الطابه وبتحطها بالسله، مش مثل لعبه الفوليبول بدك في صديقه لجورج انطوان اصفين مخبره خبريه بالزمن عن الباسكت ما فينا نقولها هلا على الهواء، بس انه بعدين 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 بس انه الفوليبول لا لعبه لعبه الفوليبول نعم ايه هذا موجود انه اكيد المبالغ اللي بتندفع بغير العاب ما مش موجوده بلعبه الفوليبول. يعني ما عم بتحمسهم يلعبوا للشباب؟ المعاشات اللي بتندفع بالباسكتبول او بالفوتبول مش هي ذاتها فيها تندفع بالفوليبول اكيد. مش هيك عم نشوف، بس اليوم عم نشوف فرق عم بيكون عندها ميزانيات، يعني اسم الله عليكم الفرق الاربعه الاول ميزانياتها يعني بلشت تقارب يعني تقريبا فينا نحطها بمستوى بعض فرق كرة القدم وحتى بمستوى بعض فرق لا كرة مش السلة. مش هالقد أكيد الأربعة الأول أكيد ولا لا مش هالقد يعني اليوم إذا بتقارن الفرق الأربعة الأول بين الفرق الأربعة الأول بالباسكت بول بتلاقيها طبعا مرات مثلا فريق هوبس بالباسكت مثلا ميزانيته يمكن بتقارب فريق فاينل فور بس حق عليكم لازم تعملوا مشاكل طائفية بيمشي حالكم بيمشي الحال بس بس أنتم أوائل نحن مش بحاجة نحن عم نشتغل على غير موضوع، عم نشتغل على الفئات العمريه مثل ما عم تشوف هذا بالقسم الثاني لانه مرتبط بعلاقتك بالاتحاد الاسيوي ومرتبط ايضا بالاتحاد الدولي. جورج هلا بدنا نتابع نحن وياك مع بورش كلوب يلي ايضا استاذ ميشيل عضو فيه كان هيك كل فتره يعني اصدقائنا فبنحب هيك بس نضلنا نضوي على بعض نشاطاتهم مثلهم مثل بقيه الاصدقاء. في عندهم مشاريع حلوه كثير يعني مش بس محليه بل خارجيه رح نتعرف عليها مع رئيس بورش كلوب جوف غالي رح يخبرنا اكثر عن نشاطات هالكلوب بلبنان محليا وعلى الصعيد الخارجي ايضا. ماشي تكون على طول معنا يعني صرنا عيلة كلنا سوا. بتعرف نجيب كل مدة بنعمل رايدات نحن بالمرة حبينا نجمعهم مع أمبيانس مهضومة باب وكاس like a big family to meet ونحكي مع بعض ويتعرفوا أكثر شوي على بعض في سفرة على لايبزيك مع مونيتا ونسوق على السيركوي. كل بورش أونر في يجي وأكيد مومبر بورش كلوب أحسن كمان يعني كور دو بيلوتاج على السيركوي بتنقي سيارتك هونيك مع مونيتور يومين من بكرة عشية سويقة وتيورية على التابلو يعني شيء كتير حلو الصيفية قوية كتير رح نبرم لبنان كله وسبيسيالمون في مشروع بالزعرور بدنا نعمله رايد على الزعرور هيدا رح شيء كتير كتير مهم وحابين تكونوا معنا أكيد. إذا نشاط مميز ورح نبقى نتابعهم نشاط بنشاط. أنت مروان مع أي كلوب؟ كله بيمشي الحال كله بيمشي الحال، المهم نكون موجودين بعالم أسرع مش هيك؟ طبيعي. ميشيل أنت فوليبول بس ولا بدك تبلش؟ لا كل شيء في لعبة حلوة أنا معه، شفنا السنة الماضية بكم لعبة كنا موجودين، شفت الريبورتاج اسم الله مش مخلى ولا لعبة، هلا في لعبة جديدة حلوة كثير سنو على الفوليبول على السنو هيدي جديدة نعم سبقناك فيها بس على طول سباقين أنتو بنقدر هالشيء هلا رح نتابع نحن وياك ما بعرف إذا حضرتك كنت موجود كسبونسر فيها بس أكيد سنتجي رح حكينا بقصة الإعلان ما قلنا بقصة الإعلان نحن السنة كنا ناطرين الرخصة إن شاء الله قريبا بناخذ الرخصة وبنرجع مثل ما كنا بالماضي وهون بدي أعتذر أكيد من النوادي ما قدرنا كفينا نحن وياهم بالدعم لأنه كان في عندنا هالقرار اللي أخذه وزير الصحة وقدرنا نحن نلتزم بالقرار لحين ما تطلع الرخصة
نجيب كل الرياضات حلوين وتكون فيها منافسة صح. يعني هذا اللي سألته وقت الناس تفهمها أكثر. يعني أنا بتذكر من كذا سنة بالأولمبيكس تبعت الكيرلينج هيدي اللي بيكرجوها على الجليد واللي بيكنسوا قدامها. اشتبعت أنا وياك بأيام كنا نعلق عليها بأحد المحطات الفضائية. نعم. حتى هيدي الرياضة بتفكرها بسيطة، هي فيها كثير تكنيك. صح. كل الرياضات حلوين وقت تفهمهم وتصير تعرف مين الأبطال وتكون منافسة عليهم. أجمل منها رياضة الرجبي، بس صحيح. للأسف اليوم عنا ثقافة، عنا ثقافة الخبيث بس ما عنا ثقافة في بعض الأندية بس على صعيد صغير يعني ما عم بتقلع معهم اللعبة، ما بعرف ليه بلبنان ما بعرف. على كل حال رح نتوقف مع بريك وبنرجع معكم بالقسم الثاني لمتابعة هذه الحلقة من سكور. رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور لليلة مع عضو الاتحاد اللبناني والدولي والآسيوي بالكرة الطائرة ميشيل أبي رميا ومروان راسي وجورج سويدي. ميشيل، صار لك فترة عم تدعم الرياضة اللبنانية، بعض الأصدقاء عم بيقولوا إنه ميشيل عنده هيك طموح يعمل رئيس اتحاد. بعرف أنت ما رح تعمل رئيس اتحاد فوليبول لأنه علاقتك مع سيد جهمام مميزة، بس هل عندك طموح بهذا الإطار؟ بالوقت الحاضر ما عنديش وقت أكيد، لا بالوقت ما عندك وقت، ما عنديش وقت الأمور. أنا كيف المسؤوليات اللي أنا مستلمها بالكيد عم بقدر وفيها، يعني لانه وقتي مثل ما بتعرف بشغلنا، وانا كمان بس هيك ما بتحب انه تكون مثلا انا فوق ذلك انا عضو مجلس بلدي عن جد في وقت كثير ضيق تقدر لحق على كل الامور. لا وقتها بنبقى نحكي فيها اذا كان وقتها متى بال 2020 وقتها يمكن بعد يمكن اكثر كمان تكون واحد هيك شوي استقر اكثر بنكون صرنا ممكن مش ممكن الله يطول بعمرك لا بس انه يعني انه قريبا ما في شيء يعني هلا بالوقت الحاضر طمن البقيه لانه البقية في بعض خايفين يحضروا اذا استاذ جان هم له جهد الضحيه لا استاذ جان اكيد قلت لك من الاول انه مش قلت لي لما رايح تحت الهواء اليوم قلت لي وين هو عم بفكر نعم نعم ان شاء الله الله يوفق نحن بندعمه بكل تحيه ايضا للاستاذ جان اللي رح بيكون ايضا قبل ما يكون هيك المنتخب عنده اول استحقاق رح بيكون ضيفنا ببرنامج سكور. طيب هذه المسؤوليات الكبيره حكينا عن المجلس البلدي وحكينا XXL وحكينا اتحاد فوليبول. طيب الاتحاد الاسيوي قبل ما ننتقل للاتحاد الدولي، البعض يقول انه الاتحاد الاسيوي مثل كل الرياضات ما كثير عم بيعطي ثقل لمنطقه غرب اسيا، هل هذا الكلام صحيح؟ نحن فينا نحكي عن لبنان، فعلا الاتحاد الاسيوي ما عم بيعطي الاهتمام الكافي، انا لاول مره شفت انه مزبوط الخبر لا ما مزبوط عم تحكي، ان شاء الله السنه بتتغير الامور، انا اشتركت من شهر الاتحاد الاسيوي كنا ببانكوك وشاركنا انا اول اجتماع لي لانه بالماضي كان عندي صديقي الاستاذ جورج نصور وما قدر كفى الاستاذ جورج نصور ل وطبعا هلا بالسياق الحديث رح نشوف صور نعم. عن اللقاءات اللي عم بتقوم فيها ان كان ببانكوك وان كان بلوزان وان كان بكل المناطق، بس شو صار ببانكوك؟ خبرنا ببانكوك اليوم ميزانيه الاتحاد الاسيوي بنعرف كنا سوا انه هي تقريبا حوالي 3 مليون دولار بس نعم هيدا ميزانيته اكيد الاتحاد الاسيوي مش مثل الاتحاد الدولي اللي بيصرف سنويا 80 مليون دولار على اللعبة. على تطوير هذا اليوم الرياضة. الاتحاد الاسيوي صار ببانكوك من بعد ما كان بالصين سكر الصين ودفع 200 ألف دولار للموظفين من بعد ما سكر هون لانه يعني كان عنده مشكله بالتحويل العملي ولا ما هنالك. اليوم الاتحاد الاسيوي بيعيش او اذا بدك بيقدر يصرف من الدعم اللي بيجي من الاتحاد الدولي ومن السبونسرز. الاتحاد الاسيوي اليوم عنده 3 سبونسر، في عنده ميكاسا وفي عنده نايكي وفي عنده شركه اي اي سي ان سبورتس. هالشركه هيدي هي بتنقل هي اللي مثل الاي ام جي بالاتحاد الدولي، هي بتاخذ حصريه نقل تلفزيوني لكل النشاطات اللي بيعمل فيها الاسيوي الكبرى الأسوي. السنه فات على الخط شركه جديده، هذا اللي فاجانا. الاي اي سي كان عم يدفع حوالي 300-400 ألف دولار بس للنقل البطولات، فاتت شركه على الخط اللي هي اسمها اس ام ام، هاي الشركة الجديدة اجت دفعت 1,400,000 دولار. هون تحمس الاي اي سي ان سبورتس انه كيف صار في اخذ وعطى، وهون انا بحس انه في شيء كان عم بينشغل تحت الطاولة، انه مش معقول اليوم يكون في شركة عم تدفع 400,000 وتجي شركة فجأة تدفع 1,400,000. وزيادة عن هالشيء ما فيني انا، كل واحد يفسر ما هو بيفهم. واليوم انا اللي عرفنا كمان انه في شركة الكاس، شركة الكاس يلي هي تابعة للجزيرة ولمحطة ابو ظبي. هيدي الشركه كمان بدها تنقل للميدل ايست، يعني صار عنده الاتحاد حوالي 1,000,000 يعني في مدخول جيد 1,650,000 دولار. مشان هيك نحن البروجيكت كنا مقدمينها للاتحاد الدولي بمختص بالتنشئه والتسويق، قدمناها للاتحاد الدولي والاتحاد الدولي حولها للاتحاد الاسيوي. وطلبنا من الاتحاد الاسيوي اللي هي قيمتها كلها 200,000 دولار، يعني نحن بدنا بس بالاتحاد الدولي 200,000 عم يصرف ما وصلوا؟ عم نشتغل على الموضوع، ان شاء الله انه نقدر نحصل
على جزء من هالمبلغ، لانه في خطه حكينا عنها كذا مره يمكن العالم ملوا منها، وحكينا عنها بسكور كذا مره، نعم كذا مره، قيمتها 600 ادوار لدعم النوادي والمدارس اللي بتتعاطى الفئات العمريه. وهون نحن عم نشرع الفوليبول انه نخفف ساعتها، صار عندنا جيل جديد بتخفف اللاعبين الاجانب، نخفف اللاعبين الاجانب، وبالتالي ميزانيات وتقل دمهم وقعدتهم بالاوتيلات وسيارات، ميزانيات النوادي مش قادرين يكفوا. يعني يمكن السنه مثل الالمونيا اللي حكينا عنها، الالمونيا اللي عنده مدرسه بالكره الطائره، يعني عنده فئات عمريه 5-6 فرق او 7 فرق عمريه، فئات عمريه مش قادر، ما قدرش كفى البطوله لانه ما عندهش دعم، ما عندهش مصاري، ما عندهش دعم. كمان اهم شيء ترغب هالاولاد الصغار ينقوا الفوليبول على الباسكت والفوتبول، بدك منافسه وبدك نقل جيد واحصاءات اهم شغله بالموضوع. خلينا نتابع معك مروان، فاذا المنافسه فينا نقول انفتحت هذا الموسم ام لا؟ نجيب يعني ما بتلاح تتوضح الصورة غير لبعد سباقين ثلاثة، وبتعرف أنت بالفورمولا 1 السيارة اللي بتبدأ فيها السنة مش هي ذاتها اللي بتنهي فيها السنة، بيضل في تطوير على السيارة، مين اللي عنده مجال يطور سيارته أكثر؟ مين المهندس الشاطر؟ مش خاص هون، صار تطوير السيارة يعني يقدروا يستعملوها يطلعوا الماكسيموم منها. درايفابيليتي الفيراري ممتازة، محركها كتير منيح، الشاسيب فيه ممكن يتطور ويريح الإطارات بعد أكتر. يمكن بالسباقات الصيفية حنشوف الفيراري صارت مستعدة تنافس، بس على القليلة من هلأ لكام سباق بعد الأرجحية كبيرة للمرسيدس. لا مرسيدس، يقال أنه بعالم الفورمولا 1 هو عالم حرفي منه تقني 100%، يعني اكيد عندك الستاندرد بس بضل في هيك الهيومن تاتش، في نفس السائق نفس المهندس، هذه اللي بيعملوا الفارق. مزبوط او لا؟ لا صبتها مزبوط، يعني يمكن من زمان كانت التكنولوجيا بالفورمولا 1 تنتقل للسيارات السياحيه مثل الاي بي اس وغيرهم، هلا رجعنا صرنا بالمقلوب، يعني رجعنا جبنا توربو من السيارات العاديه وعم نحطهم بسيارات الفورمولا 1. الانرجي ريكفري سيستم اللي عم بيستعملوه بالفورمولا 1 بعده ما راح على السيارات السياحيه وما شفناه ولا محل، لانه هي كائن او كوكون هيك لحاله سياره الفورمولا 1، وما فيك تفوت لها شيء وتطلع لها شيء غير خارج الاطار اللي هي موجوده فيه. وفي ناس صاروا محترفين، كلها عالم واحد، المهندسين بيعرفوا بهالشغله، اكيد الايروداينامكس كثير مهمه لهونيك، وكمان الالكتروميكانكس اللي بيستخدموهم بالسيارات، بس مثل ما انت قلت حرفه ما فيك تتعلمها لا بمدرسه ولا بجامعه هيدي الشغله. هيدي بدها على الارض. جورج رح نتابع معك فوتبول ابرز المباريات الوديه، عنا ايضا تصفيات اوروبا، بس هلا في شوي ضياع لانه بالكوكا كاف بلشنا تصفيات كاس العالم، صح مستعجلين بدهم يروحوا على روسيا الشباب، بس باوروبا بعدنا بتصفيات اس اليورو 2016. مباريات عديده صارت جمعه سبت واحد نجيب، لكن ايضا مباريات وديه مهمه كثير، خاصه لقاء البرازيل وفرنسا، الافيش الحلوه بالساندوني اللي بتعيدنا بالذكريات لنهائي كاس العالم 1998. المباراة هيدي افتتح فيها المنتخب الفرنسي التسجيل عبر رافائيل فاران بكرة رأسية مدافع ريال مدريد. هون الكل اعتقد انه المنتخب الفرنسي رايح كمان ليفوز مرة جديدة على المنتخب البرازيلي، هو اللي بشكل له عقدة كبيرة، كان اخرجه ايضا من مونديال 2006 بألمانيا بطريقه للوصول للمباراة النهائية. لكن المنتخب البرازيلي برد بقوة، 3 اهداف، اوسكار بداية لاعب تشيلسي بعادل، نيمار بإجره الشمال لاعب البارسا بيعطي التقدم بالدقيقة 56 للبرازيليين، وبيرجع لويس كوستافو لاعب فريق فولسبورغ برأسية بيأكد تفوق البرازيل بهالمباراة 3-1 ليثأر المنتخب البرازيلي لخسارته على نفس الملعب بنهائي مونديال 92 3-0 وقتها بهدفين لزيدان وهدف على كل حال زيدان هلا بده يعمل مدرب المنتخب الفرنسي، عم بيروح يزور بيبي جوارديولا والاهم شيء انه فكير صار مع المنتخب الفرنسي لانه هلكونا الفرنسويه، لاعب ممتاز فكير. الفرنسيين رجعوا عوضوا هالشيء نجيب بالمباراه الوديه امبارح، فازوا على الدنمارك 2-0. لكن بابرز تصفيات اليورو 2016 ابرز اللقاءات، هولندا تعادلت مع تركيا 1-1، بلجيكا فازت على قبرص 5-0، اسبانيا 1-0 على اوكرانيا، المانيا 2-0 على جورجيا، وانجلترا 4-0 على ليتوانيا. اكيد الانجليز كانوا عم بيعملوا نتيجه ممتازه. ميشيل بدنا ننتقل للموضوع الاخير معنا اليوم، هو الموضوع الدولي بالطبع، كونك عضو لجنه الاعلام والميديا والتسويق في الاتحاد الدولي، يلي يبدو انه كل العالم اليوم معروف انه بيركزوا على هذه اللجنه تا يقدروا يطوروا اللعبه. في قلت لي شغله حلوه كثير عجبتني، قصه المباريات رح بتصير على الوقت. الاتحاد نعم. فيها؟ هاي اللجنة بآخر اجتماع صار بلوزان بكانون الثاني. أنت كنت هونيك لا؟ نعم أكيد أكيد، يمكن شفتهم بعثت لك صور وشفتهم. الموجود إنه اليوم الاتحاد أكيد السنة مثل ما بنعرف رح تصير البطولة العالمية باليابان، واليابان الفوليبول هي رقم واحد باليابان،
كلنا بنعرف، وبينصرف الاتحاد الياباني بيصرفوا اذا بدك حوالي 20 25 مليون دولار على اللعبه بالاضافه الى المحطات التلفزيونيه. شفنا بالاجتماع اللي صار انه كان معنا ممثلين عن الاتحاد الياباني ومحطات التلفزيونيه، شو عاملين بروموسيون من هلا بلشوا يحضروا، لانه رح تصير بطوله بتموز، بلشوا يحضروا يعملوا بروموسيون من هلا بالمدارس على الباصات بالسينما، مصات السينما اولاد الصغار عملوا لهم بالون هيك صغير وزعوا لهم اياه بالمدارس تيكونوا بالاجواء، مش بلش التسويق حسب الاصول باليابان. اليوم من القرارات اللي اتخذت اذا بدك انه محطات التلفزه ايام بتضطر تقطع البث لانه بيتعدى الوقت المحدد، يعني ساعتين او ساعتين وربع مثلا، مع انه غيروا بالقوانين بالفولي بول ما عادت تاخذ اربع ساعات. نعم صرنا بساعتين ساعتين ونص بعدنا عم نعيش نعاني من قصه تعدي الوقت يلي بتكون المحطه هي مخصصته لهالماتش. مش هيك هلا اللجنه، لجنه التلفزيون والميديا عم بتقترح على الاتحاد الدولي اللي بعدين هو بيرفع الريت للجمعية العمومية انه يكون الماتش اقصى حد اقصى ساعتين، ينعمل على الوقت كل ست، يعني كل شوط 18 دقيقة 18 دقيقة وبيكون شو ما كانت النتيجة بده يوقف عليها 18 اخر 18 طبعا اخر 18 اخر ثانية من الخمس اشواط بيكون معه نقاط اكثر هو اللي بيربح. تتخلى الهيدي اكيد عندك تايم اوت للتكنيكال تايم اوت، وفي عندك كوتش تايم اوت يلي هن قيمتهم 30 ثانيه او ايه محسوبين، وفي اللاعب اللي بيضرب سيرفيس لازم من بعد ما تنزل الطابه على الارض معه بس 15 ثانيه يضرب بالسيرفيس ولا بيخسر، يعني ما في ياخذ وقته ما فيش ياخذ وقته، لازم يعني مثلا يكون عنده في طابية حده بيكون في حدا عم بيناوله الطابه دغري، مشان هيك يسرعوا باللعبه، تيسرعوا باللعبه تكون المشاهد مبسوط عم يحضر الماتش وتقدروا يتابعوها كمان اكثر وترجع تجيب. لانه انا بتذكر بالثمانينات ومن بعد الالعاب الاولمبيه يعني صار في عدد كبير من الفلومه عن الفولي بول، وخاصة المواجهة الأمريكية اليابانية الروسية البرازيلية، بتذكر كان لها عز كتير كبير على الفولي بول، رجعت تراجعت شوي بفترة من فترات. وإذا بتتذكر أنت ميشيل فلومة مينيمو شي 30 فيلم انعملت حول الإنجازات الكبيرة بعالم كرة الطائرة. هلا عم يعمل اتحاد كمان لجنة مختصة تكون عم تنزل على كل التواصل الاجتماعي، تكون عم تنزل كذا ماتش، وبتكون كمان بالوقت ذاته تدعم البروموسيون. مثلا شفنا نحن بالماتش اللي صار بالفوتبول مارادونا كيف أخذ الطابة من أول ملعب للاخير وحطها. مثلا نحن عندنا السنه كان في دوره عم بتصير مع السيدات، ضلت الطابه بالجو 90 ثانيه أوف. 90 ثانيه مثلا ما شفنا التلفزيونات اجت سوقت هالموضوع او ركزت عليه. فعلا لعبه بدأت تسويق جيد لانه في وهالشيء بينعكس على سبونسر وبالتالي بينعكس على قوه الانديه. صح 100%. هلا خلينا نتابع معك على السريع جورج تنس وسنو فولي بول. تنس مع دورة ميامي تاني دورات الماستر سيريز وأبرز نتائج ومفاجآت الدور الثالث. بداية أندي ميري البريطاني كان عم يتابع طريقه بنجاح على حساب سانتياغو جيرالدو الكولومبي 6-3 و6-4 بوقت المفاجآت تواليت مع خروج فافرينكا السويسري على يد مانارينو الفرنسي 7-6 و7-6. كمان المواجهة فرنسية 100% تغلب جايل مونفيس المصنف 17 على جويل فريد تسونغا المصنف 11 6-4 و7-6 وأخرجه من البطولة بوقت كانت المفاجأة الكبرى بسقوط رافائيل نادال على يد فرناندو فيرداسكو الإسباني. هالمباراة كانت إسبانية 100% حسمها فيرداسكو 6-4 2-6 و6-3 وخيبة أمل كبيرة أكيد لا رافا يلي بعد ما استعاد مستواه من بعد عودته من الإصابة. على كل حال الغريب مروان أنت لاعب تنس وجورج أيضا ما بعرف مش إذا بتلعب تنس بتلعب فولي بول، الغريب أنه بالتنس ما عم بيقدروا أبدا بأي طريقة من الطرق أنه يعدلوا بالنقاط أو يعدلوا بوقت المباراة، يعني شغلة رائعة وبعد عم تلعب ولو ماتشات طويلة عم يستمتعوا فيها. مرة كتبت أنا مقال السيدة العجوز تتألق بشبابها، يعني بعدها على الموضة التنس، هذا غريب فيها هيدي اللعبه. ومش يعني بس محبيه او اللي بيلعبوا تنس بيتفرجوا على التنس، لا كلهم بيحضروها. كثير ناس ما مش مسكين راكات بحياتهم وبيحبوا التنس، كنا نستعملها لأمور حتى بعرف من اصحابي بعالم البينج بونج بيتفرجوا على تنس اكثر من بينج بونج. هلا خلينا نتابع معك تنتابع معك ومع ميشيل بيتش فولي بول ولكن على التلج. الرياضه الجديده اللي عم تدخل لبنان والمنطقه بشكل عام، ايفنت كان عم يصير على وين بدها تدخل بالمنطقه الا بلبنان، ما في الا لبنان خلص يعني. حتى عم نودع يعني باخر الموسم كان عم يصير ايفنت بمنطقه المزار كفر ديبيان سنو فولي بول. بطوله جديده من نوعها جمعت بين البيتش فولي بول والثلج، جرت لاول مره بلبنان والمنطقه تحت اسم سنو فولي بول على جبال المزار كفر ديبيان وتعاون نادي بي في بي وجروب زد ورعايه سبورتس اكسبرتس.
المنافسة اللي انطلقت من الساعة 9 صباحا بين رجال وسيدات وفئات عمرية على التلج اختتمت حوالي الساعة 2 بعد الظهر بفوز الثنائي جو أزي وشفيق صليبة عند الرجال وسيمون أبو جودة ونور مزيان عند السيدات وكريس لكاش وشرب الخويري بالجونيورز. حبينا ننهي موسم التزلج بنشاط جديد أول مرة بيصير، رح نضلنا نعمل اشياء متنوعه، هيدا كله زياده مشان السياحه. الشباب تاقلموا من اول كم ماتش لعبوا يعني لانه تعودوا شوي صغيره على الثلج، بس الاقبال كثير بجنن، اللعيبه كلهم اجوا. بدك وقت لتحمى، بيزكلي كانه لعبنا كثير منيح ولعبه كثير حلوه يعني انبسطنا فيها. كمان بالاول بلشنا بعد ما عملنا ادابتيشن مع الثلج مع الهواء مع السقعه، يعني بالاخير حسينا حالنا عم نلعب بيتش فولي بول صحي اللي هي انه مثل بيتش فولي بول بس على سنو. وبالختام تم توزيع الجوائز على اصحاب المراكز الثلاثه الاولى بكل فئه وسط حضور كبير واجواء احتفاليه. عقبال كل سنه ميشيل، عقبال كل سنه طبعا، ان شاء الله السنه الجايه بنكون عم نشارك كمان نحن بسنو فولي بول ورح نشوف المواجهات النهائيه اذا قررت السنه المقبله بالضروره. في عنا بيتش السنه؟ السنه اكيد عنا بيتش بتموز الفئات العمريه وكمان البطوله العاديه مثل العاده رح بتكون برعايه اكس اكس ال او بتنشوف ان شاء الله كمان بتكون برعايه. شكرا لك ميشيل، شكرا جورج وشكرا مروان، بنشوفك بالصين اذا الاراد. رح تروح ولا رح تحضروا من لا هون؟ لا من هون هالمره. شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين، نلتقي اذا الاراد التنين المقبل بحلقه جديده من سكور. Thank you.